أنا جودي في هاد سيركوي ديال الوالدية تنديرو الدورة الخامسة والسادسة ديال الشامبيونة. سيركوي شوية صعيب شي شوية لأنه كيف كتعرفو كنديرو في وسط المدينة ماشي بحال لو سيركوي بروفيسيونيل اللي ممكن كنديرو دابيتود في مراكش، ولكن كنتمنى إن شاء الله يدوز كلشي على خير وكنتمنى التوفيق للجميع. وغدا عندنا الدورة السادسة ديال البطولة الوطنية لسباق السيارات، كتكون عندنا تقريبا ما بين 8 حتى 10 ديال الدورات في العام كامل، اللي من خلال هاد الدورات كنجمعوا النقاط ومن خلالهم كنشوفوا شحال غنتكلاسوا في البطولة الوطنية. حنا كنتمنوا انه يكونوا عندنا دي سيركوي، يعني ماشي هكا في الطريق، كيكونوا دي سيركوي يعني مديورين سبيسيالمون لا كورس اوتوموبيل. مادا بيا ان كل منطقة يكون فيها ان سيركوي باش نبقاو نوعوا كل مرة نمشيو لمنطقة نحضروا فيها. شكرا بزاف لدعمكم، شكرا لتشجيعاتكم. هلا يخطيكم، ميرسي.